Hello everyone! Today we will learn about body parts in Arabic. Body parts in Arabic means أعضاء الجسم. Let's start! جسم جسم أعصاب أعصاب عظام عظام عضلات عضلات، راس، راس، رقبة، رقبة، كتف، كتف، كتاف، كتاف، صدر، صدر، بطن، بطن خصر خصر ظهر ظهر افا افا ايد ايد ايدين ايدين اصابع ايد أصابع إيد، أصابع إيدين، أصابع إيدين، كف، كف، أظافر، أظافر، كوع، كوع، رجل رجل، رجلين، رجلين، ركبة، ركبة، قدم، قدم، أصابع رجل، أصابع رجل، أصابع رجلين، اصابع رجلين وجه وجه شعر شعر جبين جبين حواجب حواجب عين عين عيون عيون، رموش، رموش، إدن، إدن، إدنين، إدنين، أنف، أنف، خد، خد، خدود. خدود. حنك حنك. دائن دائن تم تم. شفايف شفايف. اسنان اسنان. لسان لسان Let's see internal organs Internal organs in Arabic means أعضاء داخلية Let's start with دماغ دماغ Marie Marie رئه, رئة. رئتان رئتان قلب قلب معده معده كبد كبد بنكرياس بنكرياس امعاء امعاء Kila, Kila. Mathana, Mathana. Thank you for watching and see you in the next video.